احنا استفدنا قبل كده في حلقة فاتت عن التليفون فيفو في 23 اي. النهاردة بنستعرض اعلى واحد في السلسلة ديت، فيفو في 23 برو. مواصفات جبارة، شاشة بحماية جديدة اسمها سكوت زينزيشن الفا، شحن سريع بيوصل ل 44 واط، بطارية جبارة، عتاد قوي يستاهل المراجعة والشراء، وكل ده بسعر حوالي 8000 جنيه مصري. ابقوا معنا نستعرض مع بعضينا التليفون الجديد فيفو في 23 برو. ابقوا معنا. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. استعرضنا قبل كده في حلقه سابقه تليفون من ضمن السلسله دي، فيفو في 23 اي. النهارده بنستعرض مع بعضينا التليفون اعلى واحد في السلسله بتاعت في 23، وهو في 23 برو. التليفون اللي بنستعرضه معانا تقريبا تمنه او هيوصل ان شاء الله في السوق المصري في حدود 8000 جنيه. بيستخدم تقنية جديدة في حماية الشاشات اسمها سكوت زينزيشن الفا، عتاد قوي، تصميم جديد ورائع خاصة في الباك او ظهر التليفون. التليفون دوت قبل ما نستعرضه النهاردة، مش هنسى افكركم زي كل مرة، ياريت السبسكرايب، محتاج 1000 سبسكرايب لتفعيل القناة، اللايك والشير في كل مكان والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. يلا بينا نبدأ في استعراض التليفون اللي معانا، فيفو في 23 برو مع بعضينا. يلا بينا. التليفون دوت كان أعلن عنه يوم 5 يناير من السنة دي، وابتدى يطرح للبيع في الصين والهند في 13 يناير. أما حتة إن هو هيطرح للعالم أو هيوصل مصر إمتى، لسه حتى الآن ما عندناش معلومة مؤكدة للموضوع دوت. بالنسبة لأبعاد التليفون، أبعاد التليفون بتبقى 159.5 في 73.3 في 7.4 مليمتر. الوزن بتاعه بيجي ب 171 جرام. بيغطيه من الأمام طبقة حماية اسمها سكوت زينزيشن ألفا، والطبقة دي أو النوع دوت دي تبع شركة ألمانية اسمها سكوت، دي في ألمانيا. وبالنسبة للنوع دوت بيتفوق على الجوريلا جلاس تقريبا بمرة وربع أو مرة ونص، وده حسب الإحصائيات اللي جت في آخر مقارنة ما بينهم على المواقع الإلكترونية. أما بالنسبة للخلف فمن نوع جلاس، جوريلا جلاس فيكتس، أو بيبقى جوريلا جلاس 5. بالنسبة للتليفون فهو قابل لأن هو ياخد شريحتين اتصال. نقطة بسيطة بس أحب أوضحها، إن بالنسبة لظهر التليفون فمعمول بتصميم فريد ونوع جديد، بحيث إن هو بيبقى في الشمس بيبقى لونه ذهبي، ولكن الشمس لو اتسلطت عليه بيتحول للون التركواز أو اللون الأزرق الفاتح أو اللي هو الأزرق الفيروزي. مع بعده عن الضوء بيبتدي يرجع اللون تدريجي للون الذهبي بتاعه، ودي خاصية جديدة بتستخدمها شركة فيفو لإضفاء يعني نوع من الجمال والبريميوم شوية على التليفون. نيجي نكمل مع بعضينا. بالنسبة لنوع الشاشة هيبقى نوع AMOLED، التردد بقى هيبقى 90 هرتز، وقوة هتبقى HDR 10+. بالنسبة لمساحة الشاشة فهتبقى 6.56 انش، والاستحواذ بتاع الشاشة هيبقى 89.5%. ريزوليوشن الشاشة بيبقى 1080 في 2376 بيكسل بقوة 398 بي بي اي، وطبقة الحماية الأمامية زي ما احنا قلنا وذكرناها من نوع اسمه سكوت زينزيشن ألفا جلاس. التليفون دوت نازل منه نوع العادي أو الفايف جي، وهتلاقوني أثناء الفيديو بعرض لكم الصور للمقارنة ما بين الاتنين، وهي الفروق بسيطة جدا سواء في المساحة بتاعت الشاشة أو في البروسيسور أو في مساحة البطارية. نيجي بالنسبة للبلاتفورم أو الأوبريتنج سيستم اللي هيستخدم، هتنزل باندرويد 12، وهيبقى في الواجهه بتاعته فان تاتش 12. بالنسبه للبروسيسور هيبقى من نوع اللي هو ميديا تك ديمينستي 1200 5G، المعتمديه بتاعته 6 نانومتر،
وزي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده هيبقى ثماني النواة اوكتا كور. الكور الرئيسي او النواة الرئيسي الكاستم القوي هيبقى بقوة 3.0 جيجا هرتز، مسمى كورتكس A78. بالنسبة للثلاث أنوية المتوسطة هتبقى بقوة 2.6 جيجا هرتز بمسمى كورتكس A78. الأربع أنوية الموفرين للطاقة بقوة 2.0 جيجا هرتز بمسمى كورتكس A55. بالنسبة لوحدة الرسوميات أو الجي بي يو هتبقى مالي G77 MC9. للأسف التليفون دوت ما بيدعمش تركيب كروت ميموري، ولكن بينزل من نوع ذاكرتين 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. بالنسبة للرامات 8 جيجا بايت رام ده مع الذاكرة 128، و12 جيجا بايت رام مع الذاكرة 256. نوع الذاكرة من نوع اليو اف اس 3.1. بالنسبة للكاميرات فهو هيبقى ثلاثي الكاميرات من الخلف. الكاميرا الرئيسية الوايد بقوة 108 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9، وطبعا ده مدعم بالبي دي اي اف والاوتو فوكس. بالنسبة للكاميرا الالترا وايد او العريضة قوي بقوة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، اما الكاميرا المايكرو بقوة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4. الكاميرات ديت معاها دول ال اي دي فلاش وبتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بيوصل ل 4 كي بفريمات 30 فريم بير سكند. بالنسبة بقى للكاميرا السيلفي هما كاميرتين مش كاميرا واحدة. الكاميرا الأولانية بتبقى وايد ودي بتبقى 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0، أما بالنسبة للكاميرا التانية فهي ألترا وايد أو العريضة قوي فبتبقى 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.3. وبيتميز الكاميرات ديت بأن في 2 فلاش جنب الكاميرتين دول بيدعموا التصوير السيلفي بقوة رائعة جدا. بالنسبة لتصوير الفيديو فبيوصل ل 4 كي بقوة فريمات 30 فريم بير سكند. نظام الصوتيات او لاود سبيكر فهو موجود فيه لاود سبيكر وستيريو، اما بالنسبه للجاك فهو لا يدعم الجاك 3.5 ملم. بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشنز او الاتصال نيجي بالنسبه للواي فاي فهو مجهز باعلى حاجه في الواي فاي. البلوتوث مجهز ب 5.2 البلوتوث. بالنسبه للجي بي اس فهو موجود ولكن احادي مش الدبل او الدول او التريبل. ال NFC للأسف مش موجود، الراديو مش موجود، ال USB مدعم بال USB Type C 2.1. بالنسبة للسنسورز أو الحساسات هنلاقي في البصمة فهي أوبتيكال وتحت الشاشة. بالنسبة للخصائص أو الحساسات الخلفية فموجود طبعا الخاصية دي هم ذاكرينها اللي هي الكارا تشينجينج باك بانل لما بيتعرض او تغيير اللون لما بيتعرض للشمس بقوه، ودي حاجه كويسه جدا. بعتذر انا كنت قلت في اول الفيديو بتاعنا ان قوه البطاريه بتبقى 4700 هي 4300 ملي امبير، ومعاه شحن سريع 44 واط بيشحن من 61% تقريبا في نص ساعه. التليفون بينزل منه الالوان الشايني والبلاك، وسعره تقريبا او التسعيره بتاعته 460 يورو يعني تقريبا حوالي 8000 جنيه مصري. واخد التقدير بتاعه في الويب سايت الانتوتو 635060، وده يعتبر تقييم قوي بالنسبه لتليفون زي ده او بالسعر زي ده. اسف للاطاله، وشكرا جدا لحسن الاستماع على المعلومات البسيطة اللي احنا قدمناها في الريفيو دوت. مش هنسى افكركم اللايك الشير السبسكرايب والكومنت، وهرد عليكم على طول. شكرا جدا لحسن الاستماع وسلام عليكم.